جايزي تمدلكم الفرصة باش تزوروا البقاع المقدسة للربح عمرة لشخصين من بين 30 عمرة المهداة خلال شهر رمضان. شارك في مسابقة عمرة رانتي عن طريق تحميل جيزي أب أو تشكيل الرمز نجمة 2020 دياز، ثم تحميل أو إهداء أكبر عدد من الأدعية والأناشيد الدينية. جايزي معها تقدر. جايزي تتمنى لكم صيام مقبول. ببلدة الشيخ إبراهيم نياس التابعة لمدينة كاولاخ شمالي السنغال قرب الحدود مع موريتانيا، يتربع أحد أهم المعالم الدينية في السنغال، مسجد مدينة باي في بلدة غلبت عليها النزعة الصوفية على الطريقة التيجانية. نحن الآن في هذا المسجد، مسجد الشيخ إبراهيم نياس في هذه المدينة، المدينة العريقة التي بناها الشيخ إبراهيم نياس في عام 1931، خادما من لون نياسين، وأسس هذه المدينة العريقة في هذا العام. ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه المدينة كعبة للمسلمين من جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول الإفريقية، يأتون إلى هذه المدينة تبركاً وتعلماً وطلباً للإرشاد والهداية، لأن الشيخ إبراهيم نياس كما نعرف شيخ بجميع مراتبه، وشيخ يتمتع ويمتاز بالعلم الغزير، وله علاقات وله أعمال جليلة في كافة الدول الإفريقية، حتى يقدر أتباعه حوالي أكثر من 200 مليون تقريباً في جميع الدول الإفريقية. شهد مسجد مدينة باي عدة مراحل في إنجازه، ولم يصبح هذا المسجد بهذا الشكل إلا بحرص من مؤسسه الشيخ إبراهيم نياس. بني في حياة الشيخ المسجد بني سنة 58 فبراير 58. قبله كان هناك مسجد أصغر منه، وقبل ذلك المسجد كانت هناك زاوية تيجانية أولا حوالي 12 متر في 15. البداية كانت زاوية، لأن هذا الحي غير قديم. هذا الحي الشيخ أسس هذه البقعة سنة 1931 في بداية الثلاثينيات. نعم، هذا المسجد مر بمراحل كثيرة. أولا مرحلة البناء في عام 1931، تحديدا في 3 إبريل 1931، ثم بعد ذلك وسمها الشيخ إبراهيم نياس مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، تيمنا بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك مراحل مرت بها هذا المسجد. أولا قبيل رحلته إلى الحج قام الشيخ إبراهيم نياس ببناء هذا المسجد وتحويله من الزاوية إلى المسجد إلى الجامع. قبل ذلك كانت زاوية،
ولكن قبيل رحلتي إلى الحج في عام 1937 قام بتحويل هذه الزاوية إلى المسجد، واكتمل البناء في مدة قصيرة جدا، وتم أول صلاة الجمعة في هذا المسجد في 25 فبراير 1938. ثم بعد ذلك جاء التوسيع الثانية، كان في 12 فبراير 1958، فقام الشيخ إبراهيم ياس وأسند هذه المهمة، مهمة البناء، للمقاول مهندس اسمه عمد صال، هذا المهندس المعماري، وكان يعاونه مهندس اسمه علي جاي. يتسع الآن إلى 5000 مصلي، هذا 5000 مصلي. وبعد وفاة الشيخ إبراهيم ياس خلفه الشيخ سيد علي سيسي والد الإمام ووالد الشيخ ماحي الناطق الرسمي، وقام بدوره بمجهودات جبارة في أعمال هذا المسجد، وقام برحلات مكوكية إلى الدول الإفريقية لحث التلاميذ والمسلمين بالمساهمة في أعمال هذا المسجد. تبع في تصميم هذا المسجد النمط المعماري السائد في غرب إفريقيا، من حيث بناء هيكل كبير تنبثق من أركانه الأربعة 4 مآذن عملاقة من حيث سمكها وارتفاعها. ويتميز هذا المسجد بارتفاع مئذنتي الواجهة أكثر من المئذنتين الأخريين، وفي القمة تتسع المآذن لتصبح بحجم غرفة كبيرة جداً، حيث ينفتح في كل واحدة منها عدد من النوافذ ذات الزجاج متعدد الألوان، من خلالها يمكن معرفة كل ما يجري في شوارع هذه المدينة، فضلاً عن الإحاطة بالمسجد والمباني التابعة له. يمتلك المسجد ساحة واسعة جداً من أجل استيعاب عشرات الآلاف من الزوار في المناسبات الدينية. تقع القبة في القلب تماماً من سطح المسجد، وهي كبيرة في ارتفاعها وفي عرضها، من أجل أن تتناسب مع الحجم الكبير للمسجد ومآذنه الشاهقة، وطليت باللون الأخضر محاكاة لقبة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. رغم انفصال المآذن العملاقة عن هيكل المسجد وأنها لا تشكل عليه أي عبء، فإن المسجد يقوم على مئات الأعمدة الأسطوانية التي تعلوها أقواس مزينة، حيث تزخر بأشكال جذابة من فنون النحت والزخرفة، يتوسطها أول محراب صلى فيه الشيخ إبراهيم الياس. سنة حوالي 36 أظن 36 37 37 تاريخ حجه الأول، وكان ينوي أن ينوي المسجد بعد عودته من الحج، من حجه الأول عاد وبناه في سنة واحدة مع أتباعه طبعا. فلما ضاق المسجد بأهل هذه الحي، أهل هذا الحي وبالمصلين الذين يأتون من الأحياء المجاورة، أراد أن يوسع ذلك البناء، ذلك المسجد الذي ترى بعض آثاره موجود. هذا المنبر الذي تراه هنالك هو منبر القديم للمسجد الذي هدم وبني على أنقاضه هذا المسجد الكبير. تم افتتاح هذا المسجد في فبراير 2010 بعد مجهودات جبارة قام بها الإمام الشيخ تيجان علي السيسي الإمام الحالي، بعد أن أسند إليه مهمة الإمامة في
هذا الجامع في عام 2008 بعد وفاة شقيقي شيخ إمام حسن السيسي، قام بمجهودات جبارة من أجل إتمام أعمال هذا المسجد، وقام بإضافات كثيرة حتى مصلي للسيدات. قيل أن عدد الأعمدة حوالي 324 عمود يعني، وعدد الأبواب حوالي 24 باب، وعدد النوافذ حوالي 43 نافذة. إذن هذا المسجد يعني مسجد كبير، من أكبر المساجد في السنغال، وخاصة في كولاخا، لأن الشيخ إبراهيم نس كان في واحد شيخ كبير في السنغال. عندما دخل هذا المسجد ورأى هذا المسجد ورأى بيت الشيخ إبراهيم نس، قال: من بنى هذا المسجد فقلبه أوسع من هذا المسجد، قلبه كبير. أول ما قام به الشيخ إبراهيم نياس بعد تشييده المسجد تكوينه لجنة من العلماء للوقوف على المسجد في كل كبيرة وصغيرة. هذا المسجد الكبير عندما بناه الشيخ أولاً كون لجنة من العلماء سماهم نقباء المسجد، قالوا لهم: اكتبوا لي كيف تدار شؤون هذا المسجد. المسجد كهذا، بناية كهذه، لابد أن يتحكم فيه عقلاء وعلماء. كيف يدخل الناس فيه، مثلا ما هي الأشياء التي تقال أو تفعل داخل المسجد هنا. سماهم الشيخ نقباء المسجد، رئيس و نعم. فكتبوا له نقاط عدة وافق عليها الشيخ، وقال: أنا لا أزيد عن هذا شيئا ولا أنقص منه شيئا، فكل من خالف هذه القوانين فقد خالف سنة الرسول، فأنا بريء منه والرسول بريء منه والله بريء منه. لأنها كل مسجد قبل أن ترتاد المسجد لابد أن تعرف أنك تذهب إلى بيت الله. اللهم صل على سيدنا محمد وخاتم لما سبق ناصر الحق للحق. المتعاقبون على الإمامة في هذا المسجد جميعهم من سلالة الشيخ إبراهيم نياس، مهمة توارثها الأولاد والأحفاد. الإمام هو الشيخ إبراهيم نياس، لأنه هو الإمام الراتب في صلوات الجمعة. أما صلوات الخمس فالذي يؤم المصلين في صلوات الخمس هو في عهد الشيخ إبراهيم نياس كان والد الإمام شيخ سيد علي سيسي، هو والد الإمام ووالد الشيخ ماحي سيسي الناطق الرسمي، هو الإمام في صلوات الخمس. أما إمام في صلاة الجمعة كان الشيخ إبراهيم نياس في أيام الشيخ إبراهيم نياس. الشيخ إبراهيم نياس كتب في وصيته أن الإمامة في المسجد لسيد علي سيسي وأبنائه، لذلك جميع الأئمة في المسجد تقريبا من أبناء الشيخ سيد علي سيسي. دروس الأحاديث النبوية الشريفة في شهر رمضان الكريم لا غنى عنها في هذا المسجد. إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحته. تقرأ الأحاديث باللغة العربية وتترجم بعدها إلى اللهجة المحلية السنغالية ليفهمها عامة الناس. هذا المسجد بالإضافة إلى صلوات الخمس، هناك وخاصة في رمضان هناك أحاديث النبوية الخاصة بالصوم والصيام،
يقوم به الإمام، هناك من يقرأ هذه الأحاديث باللغة العربية ويقوم الإمام بتفسيره باللغة المحلية كما كان يفعل الشيخ إبراهيم ياسر، وكذلك هناك أدوار عقد الزواج، وكذلك هناك أدوار مساعدة المحتاجين. أحياناً يعلن في المسجد أن من يريد شيئاً يأتي إلى المسجد نقدم مساعدات، كل هذه الأشياء يحدث. هناك فصول فوق المسجد بني من أجل إقامة الجامع الكبير في المسجد. في الأول كان هذا الدرس يلقى باللغة العربية. في سنة من السنوات تدخل أحد الحاضرين قبل بداية الدرس، قام يريد أن ينسحب، فقال له الشيخ إبراهيم رضي الله عنه: لماذا لا تحضر الدرس؟ قال له: أنا لا أفهم اللغة العربية وأنتم تخطب وأنتم تدرسون باللغة العربية. نحن الآن أغلبنا لا يعرف اللغة العربية. قال له: اجلس، سنقرأ باللغة العربية لمن يفهم اللغة العربية، ونشرح لكم أيضا باللهجة المحلية. أخذ الشيخ إبراهيم نياس أصول الطريقة التيجانية عن والده عبد الله نياس، إلا أن أتباع طريقته يعتبرونه أحد مجددي الطريقة بإدخاله مفهوم الفيض في تعاليم الطريقة. وما تشاهدونه الآن يمثل الوظيفة التيجانية الشريفة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة وليقات خاتمنا سرق ناس عبدك ولا بلا سرق سقم على. من عادة التيجانيين بعد صلاة المغرب أنهم يقرؤون الوظيفة، يقرؤون الوظيفة. إذن الشيخ يرى الحاضرين في المسجد مقتبسة من الكتاب والسنة. وظيفة في الطريقة التيجانية قبل أن تبدأ تفتتحها بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الفاتحة ليست من الوظيفة، لكن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله 100 مرة. هل منا من يستغني عن الاستغفار؟ نحن مذنبون. إذن استغفار أولا. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة على النبي ثاني ركن. لا إله إلا الله لفظ الجلالة، أفضل ما قلته أنا ونبيون من بعدي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه هي أذكار التيجانية، ليس فيها ذكر الشيخ التيجاني ولا ذكر الشيخ إبراهيم ولا ذكر أي واحد من أقطاب التيجانيين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. آية من الذكر الحكيم، دقائق فقط قبيل صلاة التراويح، صلاة توارثت إمامتها بمسجد مدينة باي عائلة الرباني الموريطانية أبا عن جد. من اعتناء الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم نياس رضي الله تعالى عنه بالقرآن، لما أسس هذه المدينة اختار جدنا المسمى محمد الرباني، واختاره لإمامة التراويح وتدريس أبناء المسلمين القرآن الكريم في سنة 1937، واستمر في تلك الخدمة تشريفا وتكريما، استمر إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، وبعد ذلك خلف ابنيه محمد محمود وعبد الله، خلفهما بنفس المهمة تدريس القرآن الكريم وإمامة التراويح. وبعد ذلك انتقلت لحياة الوالد عبد الله، انتقلت لما ضعف انتقلت التراويح إلي،
ب 1998، ومن ذلك الوقت وانا الحمد لله امام هذه التراويح وادرس هنا في المحضر. يبقى مسجد مدينة باي بكولة خسين غالية رمزا اسلاميا شامخا لإحدى أهم الطوائف الصوفية ومعقلا للطريقة التيجانية في السنغال. جيزي تتمنى لكم صيام مقبول. جيزي تمدلكم الفرصة باش تزوروا البقاع المقدسة للربح عمرة لشخصين من بين 30 عمرة المهداة خلال شهر رمضان. شارك في مسابقة عمرة رانتي عن طريق تحميل جيزي أب أو تشكيل الرمز نجمة 2020 دياز، ثم تحميل أو إهداء أكبر عدد من الأدعية والأناشيد الدينية. جيزي معاها تقدر.